إخوتي وأخواتي المشاهدين، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة أخرى من برنامج نور لجميع الأمم. إخوتي وأخواتي، نحن ننادي بالنور، وهذا النور هو شخص المسيح الذي قال عن نفسه: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. يقول عنه في إنجيل يوحنا صحيح الأول: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. إخوتي وأخواتي، إن أصلي من كل قلبي إلى الله أن يفتح ذهنك وعينيك وقلبك في هذه الحلقة، ولربما تستطيع أن تقول: يا رب اكشف عن عيني حتى أرى عجائب من شريعتك. لماذا؟ لأنه مكتوب أيضا: إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. أما الذين اختبروا المسيح، يقول الكتاب: الذين إيش؟ أشرق في قلوبهم لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. تريد أن تختبر النور؟ تريد أن تلتقي وتتعرف بالحق؟ تعال إلى المسيح في هذه الحلقة. أنا أدعوك بدون أي تحيز، تضع كل معتقداتك جانبا وتبحث عن الحق، لأن الحق نفسه، المسيح الذي قال عن نفسه: أنا هو الحق، يبحث عنك شخصيا. إخوتي وأخواتي، سيظهر العنوان على الشاشة في نهاية هذه الحلقة. إذا كان لديك أي سؤال أو أي استفسار، نحب أن نسمع منك. إخوتي وأخواتي، دعونا الآن نستمتع بهذه الترنيمة للأخ نجيب لبيب بعنوان: علوت جدا أيها الرب الإله. علوت جدا أيها الرب الإله، علوت جدا في الأرض وفي السماء، علوت جدا أيها الرب الإله، علوت جدا في الأرض وفي السماء، علوت جدا ليس مثلك إله، علوت جدا أيها الرب الإله. مجدا لك، عزا لك، يعلو اسمك فوق السماء. مجدا لك، عزا لك، جلالك يغطي كل ذا الوجود، فإنك عظيم دون ما حدود. جلالك يغطي كل ذا الوجود، فإنك عظيم دون ما حدود. لا تقف أمامك على السجود، علوت وحدك لك كل السجود. مجدا لك، عزا لك، يعلو اسمك فوق السماء. مجدا لك، عزا لك، إخوتي وأخواتي. يقول الكتاب المقدس: وتعرفون الحق، والحق يحرركم. لربما أنت شخص صادق مع نفسك، تريد أن تعرف الحق،
وما هو الحق وأين الحق. إخوتي وأخواتي، أنا أؤمن من كل قلبي أن شخص أو أي شخص يبحث عن الحق لابد أن يجد الحق، ولابد أن يجده أيضا الحق. ذكرت في حلقات سابقة أننا دائما نتحدث عن شخص حي، نحن لا ننادي بشخص قد مات وبقي في القبر، ولكننا ننادي بشخص حي موجود، حي ارتفع إلى السماء، وهذا الشخص ما زال يعمل حتى هذا الوقت. نحن ننادي في شخص المسيح يسوع الذي تحدى الأجيال وقال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. أتذكر عند محاكمة المسيح في إنجيل يوحنا، قد صرخ بيلاطس الحاكم الوالي الروماني وقال لشخص المسيح ما هو الحق؟ وطبعا كان لابد فقط أن ينظر إلى شخص المسيح، فإذ به يرى نفسه أمام هذا الحق المتجسم، هذا الحق المتجسد في شخص المسيح، لا حاجة له لأن يبحث هنا وهناك، فقد وقف أمام الحق، أمام كلي القداسة. إخوتي وأخواتي، هل تبحث عن الحق؟ قف أمام المسيح فتجد نفسك أمام الحق. دعونا نستمع إلى هذا التعليم. نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع الإيمان وأبعاده، وسأقرأ من إنجيل مرقس الإصحاح الخامس ابتداء من عدد 25. وامرأة بنزف دم منذ 12 سنة وقد تألمت كثيرا من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا، بل صارت إلى حال أردأ. لما سمعت بيسوع جاءت في الجمع من وراء ومست ثوبه، لأنها قالت إن مسست ولو ثيابه شفيت. فللوقت جف ينبوع دمها وعلمت في جسمها أنها قد برئت من الداء. فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعرا في نفسه بالقوة التي خرجت منه وقال من لمس ثيابي؟ فقال له تلاميذه أنت تنظر الجمع يزحمك وتقول من لمسني؟ وكان ينظر حوله ليرى التي فعلت هذا. وأما المرأة فجاءت وهي خائفة ومرتعدة عالمة بما حصل لها، فخرت وقالت له الحق كله. فقال لها يا ابنة إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام وكوني صحيحة من دائك. في هذه القطعة نرى تعامل الله والرب يسوع مع هذه المرأة لشفائها بطريقة عجيبة. فهناك طريقة وأسلوب الإيمان، هناك أيضا نوعية الإيمان، وهناك أيضا أشياء كثيرة مختلفة ممكن نتكلم عنها عن موضوع الإيمان. فنرى أن هذه المرأة التي تألمت بين أطباء كثير بسبب علي وداء أصابتها لمدة 12 عاما ولم تنتفع شيئا رغم كل العلاجات التي نالتها، لكن هذه سمعت عن الرب يسوع وعن آياته وقدرته، وقالت في قلبها أنه لو جئت ومسيت فقط هدب ثوبه فأني سوف أبرأ، وهكذا كان لها حسب إيمانها. فهي حددت الطريقة التي تنال من الرب البركة والشفاء، حددت طريقة وأسلوب لكي ما تنتزع من الرب الشفاء والبركة. ونرى أيضا أنه آخرين في الكتاب المقدس حددوا طرق أخرى لكي ما يشفي الرب أحبائهم وأقربائهم. هناك قائد المئة قال للرب لست مستحقا أن تدخل تحت سقف بيتي، ولكن قل كلمة فيبرأ غلامي. وهكذا الرب قال كلمة وبرئ الغلام دون أن يذهب الرب ويلمسه على الإطلاق. بينما ييروس رئيس المجمع قال للرب قم انزل عاجلا وتعال وضع يدك على ابنتي لأنها مريضة قبل أن تموت. فقد حدد أيضا طريقة كيف يتعامل معه الرب لشفاء بنته، أن يأتي ويدخل البيت ويضع يمينه عليها، ونرى الرب يجيب هذا الرئيس بحسب إيمانه وتعامله. ونرى أيضا على أنه في العهد القديم عندما نعمان السريالي قائد جيش ملك أرام جاء إلى إسرائيل ليطلب الشفاء، قال وذهب إلى إليشع وخرج إليه وقال له اذهب واغتسل
7 مرات في نهر الأردن. فمضى نعمان السريالي غاضبا لأنه قال أنه ظننت أنه يخرج إلي ويردد يده على موضع المرض ويدعو باسم إلهي عندما أشفى وأبرأ من البرص. لكن نرى أن الرب لا يرفض أن يتعامل بهذه الطريقة ويطلب منه أن يذهب إلى الأردن ويغطس 7 مرات. وهكذا في البداية عصى لكن ذهب وأطاع ونال الشفاء. نحن نحدد الطريقة والأسلوب التي يتعامل بها الرب معنا حسب إيماننا، لكن هناك يوجد غير أسلوب وطريقة الإيمان، يوجد حجم الإيمان، يوجد نوعية الإيمان، يوجد مقدار الإيمان. ولكن الإيمان الذي يجعلنا ننال رضا الله ونتصالح معه ونال الغفران والحياة الأبدية هو من نوعية أخرى. فهناك فرق بين النوعية الإيمان وبين مقدار الإيمان. نجد أنه في إنجيل متى عندما الرب يقول هناك أنه في ذلك اليوم سيقولون لي: أليس باسمك تنبأنا؟ باسمك أخرجنا شياطين؟ باسمك سمعنا قوات وعجائب؟ حينئذ سأصرح لهم أني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. ويقول يعقوب: أنت تؤمن أن الله واحد؟ حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. فإذا الإيمان بوجود الله، الإيمان بقدرة الله، هو ليس هذا الإيمان الذي يجعلك تنال الحياة الأبدية أو تتمتع بغفرانه ورضاه، بل هذا حجم الإيمان، هذا مقدار الإيمان، هذه طريقة الإيمان. ولكن نوعية الإيمان التي تجعلك تقترب من الله وتنعم برضا الله وتنال روحه القدوس ليسكن فيك، هو هذا النوع، هو أن تسلم قلبك وحياتك، هو أن تكون على استعداد قلبي أن تفعل كل شيء يطلبه منك الله أن تفعله. عندما تصل إلى هذه الحالة القلبية والأدبية، هذه النوعية من الإيمان، سوف تحظى بغفران الله ورضاه. فإذا هذا هو الإيمان الحقيقي الذي يجعلك تأتي إلى محضر الله، إلى أن تأتي وتطلب شخص الله، ليس مواهب الله، ليس شفاء الله، ليس قدرة الله، بل أن تطلب الله نفسه، شخص الله نفسه. وعندما الرب يسوع شفى 10 برص، نرى أنهم بينما مضوا ليروا أنفسهم للكاهن فقط سامر واحد عاد لكي ما يشكر الرب، وحزن الرب جدا وقال: أين 9 الباقون؟ وهذا الشخص الذي رجع نال الخلاص ونال عطية البركة والغفران. صحيح جميعهم نالوا الشفاء الجسدي، لكن واحد الذي نال مع الشفاء الجسدي أيضا بركة الشفاء النفسي، الشفاء الروحي، الشفاء الأبدي. وهذا هو أهم شيء يريد أن يمنحنا إياه الرب. لأنه هذا السامري الذي عاد يشكر الرب لم يهمه العطية والشفاء، بل همه أولا وقبله كل شيء شخص الرب نفسه. والرب يريد منا بالإيمان، هذه النوعية من الإيمان، أن نطلب شخصه، أن نطلب ذاته، أن نطلب رضاه قبل أن نطلب هباته وعطياه وشفاءه وقوته. وهذا هو الإيمان الوحيد الذي يجعلك تنال رضا الله، هو أن تجعل المسيح ابن الله أولا في حياتك، له الاعتبار الأول، المحبة الأولى، وأن تصنع كل ما يطلب منك. هذا ما قاله سجان فيليبي، وهذا ما قاله بولس: ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ ماذا تريد أن أفعل يا رب؟ وعندما تقول للرب هذه الكلمات ويكون عندك الاستعداد القلبي أن تفعل كل ما يعلن لك الرب، عندها سوف يعلن لك ويأتي ليحل في قلبك بالإيمان ويمنحك السلام والراحة الأبدية والفرح الأبدي. إن كنت أنت تريد أن تنال هذا الإيمان القلبي الحقيقي قبل أن تطلب عطية عطايا الله وشفاء الله وقدرة الله ومعجزات الله، أطلب أولا شخص الله. لأنه مكتوب: تحب الرب إلهك من كل قلبك. ليس تحب عطايا الله أو هباته أو قدرته أو بركاته، أل تحب الرب إلهك، أي شخص الله. والمسيح يسوع ابن الله أحبك محبة حقيقية ومات لأجلك، ومستحق أن تعطيه القلب، لأنه كما هو مكتوب: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحدا نفسه لأجل أحبائه. لقد وضع المسيح نفسه لك من أجل فداء نفسك، لأجل خلاص نفسك، لقد بذل دم الثمين على الصليب. وهو قال: إن أحب أحد شيئا أكثر مني لا يستحقني. افتح القلب للرب يسوع
واجعله يحتل المكان الأولى ويكون هو الملك على عرش حياتك والرب والمخلص لنفسك. اقبله مخلصا، لأنه مكتوب وأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. فقط هذا الإيمان، إن أراد أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم، بل ينال الخلاص، بل ينال الحياة الأبدية، بل ينال الغفران الأبدي والسلام الأبدي. ما عليك سوى أنك تطلب وتقول للرب: نعم يا رب، أريد أن أحبك، أريد أن أعطيك المكان الأولى في حياتي، أريد هذا الإيمان، أعطيني هذا الإيمان اللي بيخليني أصل لذاتك وعرشك وشخصك، ليس فقط للمطالب التي عندي من شفاء وقدرة ومعجزة وبركة. إن كنت تريد أن تطلب الرب فإحني رأسك وصلي معي هاي الصلاة من كل القلب لكي ما تنال الحياة وتنال شخص الله ليأتي بالروح القدس ويسكن فيك. صلي معي هاي الصلاة من كل القلب: نعم أيها الرب يسوع، أشكرك لأنك أعطيتني عطايا كثيرة، ولكن أهم عطية نفسك وشخصك. أفتح باب قلبي، أدعوك أن تدخل إلى قلبي وحياتي وأن تمتعني بالغفران بدمك الكريم. أريد هذا الإيمان الثمين الذي يجعلني أن أعطيك الطاعة الكاملة لك وأن أحبك أولا وأن أعتبرك أولا في حياتي. أدخل إلى حياتي يا رب وجددني وأعطيني أيضا الحياة الأبدية. باسمك أيها الرب يسوع أصلي أمام الله الآب. آمين آمين آمين. كان ذلك القس عماد خوري. نعم إخوتي وأخواتي، الإيمان هو أن تصدق بما قاله وبما فعله الرب من أجلك، تضع ثقتك الكاملة. إذا كنت باحتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس أطلب، وبكل سرور سنرسلها لك مجانا. مع الكتاب المقدس يمكننا أن نرسل أيضا لك هذا الكتاب، أجوبة الله على أسئلة الناس. نريد أن نرسل لك هذا الكتاب أيضا مجانا. العنوان سيظهر على الشاشة في نهاية هذه الحلقة. نود أن نرسل لك نسخة من الكتاب المقدس زائد هذا الكتاب. إذا صليت من كل قلبك نحب أن نسمع منك. إخوتي وأخواتي، دعونا الآن نستمع إلى هذه الترنيمة للأخت ليديا شديد.
نعم أخي المستمع، إن ربنا يسوع هو الحل لكل مشاكلك. قد تكون متألم، قد يكون ليلك طويل، قد تكون ظروف صعبة. تأتي لنا رسائل كثيرة يشرح فيها المستمع هذه المشاكل، ونحن نهتم بمشكلتك، نحن نصغي إليك، ونحن نصلي أيضا من أجلك. كتب إلينا مستمع يقول: ما زلت خاطئ، لكني أؤمن أن الرب يسوع قادر على شفاء الخطاة أمثالي، حتى يغفر لي الرب خطاياي الكثيرة. صلوا لأجلي حتى يتحنن يسوع علي وأتوب. وأنا أقول لك أيها المستمع الحبيب، إن كانت الخطية تقيدك، يسوع المسيح يملك القوة لكي يطلقك حرا من عبودية الخطية ومن عبودية إبليس. يقول الكتاب: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. إن يسوع يطلق من أسر الخطية، ويسوع يحرر من الظروف القاسية التي تضغط على الإنسان. إن الخطية تربط الإنسان وتقيده. إن إبليس يخدع الإنسان، وهو أبو كل كذاب، وهو يضحك على الإنسان لكي يأخذه إلى جهنم النار الأبدية. لكن قم وتعال للمسيح، قل له: قبلني. صلي من أعماق قلبك، ارفع قلبك للمسيح، آمن به واقبله ربا على حياتك، فيدخل المسيح إلى حياتك. إن يسوع يحبك، وهو يحبك جدا، وهو يقبل الخطاة. لم يأتي من أجل الأبرار، لكنه جاء من أجل الخطاة، حتى لقبوه أنه يحب محب للخطاة والعشرين. هو يحب الخاطي لكي يحرره من قيود الخطية. لا تقامر بحياتك الأبدية، وينبغي أن تعرف إلى أين تذهب بعد أن تفارق هذه الحياة. ربما توجد أسئلة كثيرة تحيرك: هل أنا خاطئ؟ كيف يغفر الله ذنوبي؟ وعلى أي أساس يغفر الله هذه الذنوب؟ هل على أساس أعمالي التي أنا أقدمها؟ كيف أنال رضا الله؟ لقد أرسل لنا الله كلمته المقدسة لتشرح لنا طريق الخلاص، لكي تبين لنا أين نذهب بعد أن نفارق هذه الحياة. هل تريد أن تحصل على نسخة من الكتاب المقدس؟ اكتب إلينا لكي نرسل لك كلمة الله الحية الفعالة التي هي أمضى من كل سيف ذي حدين. أيضا يوجد لنا كتاب أيضا يرد على هذه الأسئلة الكثيرة التي تدور في ذهنك، أجوبة الله على أسئلة الناس. اكتب إلينا، تحدث معنا عن طريق التليفون، ونحن بكل سرور نود أن نسمع منك، ونود أن نرد على كل أسئلتك، نود أن نصلي معك ولأجلك، والرب معك. أخ نزار شاهين. كان ذلك الأخ جوزيف، يعمل في برنامج نور لجميع الأمم. نعم، أكرر نفس الكلمات، أمرك يهمنا جدا، فأنت موضوع اهتمامنا، والواقع أنت موضوع اهتمام الرب. ما نحن سوى أدوات أو قنوات لتوصيل الحق الإلهي لكي تختبر الحياة الفضلة في شخص المسيح يسوع. نعم، لقد جاء ليحرر من الخطية، لقد جاء ليعطينا حياة أفضل، لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. الأخ الذي كتب في هذا الرسالة وكل المشاهدين، نعم، إن المسيح يحب الخطاة، وبالواقع إن مجيء المسيح هو لأجل الخطاة، والمسيح مات لأجل الخطاة، والسماء مليئة بالخطاة الذين اغتسلوا بدم المسيح له كل المجد. أخي أختي، مرة أخرى نكرر، لربما تريد أن تعرف الحق، لربما تريد أن تصل إلى الحق، إلى شخص المسيح نفسه، فأنا أدعوك لكي تسلم حياتك التسليم الكامل، وما عليك إلا أن ترفع عينيك إلى أعلى وتصرخ وتقول كما صرخ العشار: ارحمني، اللهم ارحمني، أنا الإنسان الخاطئ. إخوتي وأخواتي، إن الله يتعامل مع الإنسان عن طريق الإيمان. المسيح
الذي كان يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. المكتوب عنه عندما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا؟ المكتوب عنه الذي أسكت الريح وأطاعت صوته، الذي شفى الذي شفى المرضى وطهر البرص، الذي أقام الموتى. هو يتعامل عن طريق الإيمان. كان دائما يقول إيمانك قد خلصك، إيمانك قد شفاك. نعم، إيمانك سيخلصك. نحن نشكر الله لأنه هو الذي يجتذبنا، فنحن ندعوك لكي تؤمن في المسيح. تؤمن أي أن تضع ثقتك الكاملة المطلقة على شخص حي وتقول أنا من نفسي لا شيء، ولكن أنا في المسيح كل شيء. لربما أنت مسيحي وتدعو نفسك مسيحيا وتسير مع المسيح. إذا كنت تسير فقط مع المسيح هذا لا يخلصك، لكن يجب أن يكون المسيح في حياتك، فيك شخصيا، المسيح فيك حتى تحيا حياة المسيح نفسه. كثير من الناس التي صارت مع المسيح قالت في يوم الجمعة العظيم اصلبه اصلبه. ولربما أنت تدعي أنك من عائلة مسيحية وأنك تتبع الإيمان، ولكن في الواقع أن المسيح لا يعيش فيك، وأن كثير من الناس تقول لا أريد أن أصبح مسيحيا بسبب شتائمك وكفرك وإلحادك وعصيانك لله. لكن لو مهما عظمت أو كبرت خطيتك، الله يريد أن يحررك من قيود الخطية. الله يريد أن يشفي حياتك. نعم، يقول الكتاب المقدس الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. عندما نقول الابن لا نعني التناسل الجسدي، حاشا، وهذا تفكير خاطئ لو كنت تفكر فيه، لأن الله لا يتزوج، ولكن نعني أن هذا الشخص الذي يحمل الاسم صفات وذات وجوهر الله الذي صنع أعمال الله والذي كان بدون خطية، شخص المسيح له كل المجد. هو الذي يقول عن الكتاب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، ولاحظ هذه الكلمات، لكي لا يهلك كل من يؤمن به. آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك، ولكي يكون لك حياة أبدية. نعم، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع المسيح وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن الفم يعترف به للخلاص والقلب يؤمن به للبر. نعم، يجب أن تؤمن ليس فقط في العقل، ولكن تؤمن بقلبك وتعترف أن المسيح هو رب، هو سيد، هو مخلص لحياتك، وتتوج وتقول تعال أيها المسيح أنا أؤمن بك، أنا أريدك أنت شخصيا قبل عطاياك قبل أي شيء، فيمنحك الخلاص، يمنحك الشفاء، يمنحك الغفران، ويمنحك الحياة الأبدية. تعال إلى المسيح. إلى اللقاء في حلقة أخرى.